نتواجد في هذا اليوم المبارك في هذه البقعة المباركة بمركز الحدودي القرقرات المطلة على الشقيقة الموريتانية وبوابة كذلك على إفريقيا لبناء مسجد جامع إن شاء الله تبارك وتعالى بمواصفات مغربية رفيعة إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك لتعزيز البنية التحتية المسجدية بإقليم أوسرد والمحافظة على الأماكن غير الصالحة للعبادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله فاتحة خير وبركة على هذه المنطقة عمرانا واقتصاديا واجتماعيا، حتى تؤدى الشعائر الدينية على أحسن وجه في ظل القيادة الراشدة للأمير المؤمنين جلالة الملك وحامي حمى الملة والدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهمية هذا المشروع كما قلت هو المحافظة على أماكن القضاء، هو القضاء على الأماكن غير الصالحة للعبادة من جهة، ثم المحافظة على الطراز المغربي الرفيع، وحتى تؤدى الشعائر الدينية كما قلت على أحسن وجهين إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.